أهلا يا شعبي، بعثت في طلبك ولم تتأخر، جئت في وقتك. وكيف لي أن أتأخر عن مولاي أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان أدامه الله؟ تعال بجانبي، ريثما يجهز الغداء لتأكل معي، وبعدها تدخل الحمام تستبدل ملابسك وتتعطر استعدادا لهذه الليلة. هل تنوي أن تزوجني يا مولاي؟ لو كانت فيك بقية من قوة الشباب ما تأخرت عن تزويجك بمن تحب. وهل يظنني مولاي أعشق وأحب وأنا في هذه السن؟ الحب في القلب والقلب لا يشيخ، أليس كذلك؟ ولكنه ينشغل بهموم تنسيه أيام العشق والغرام. صدقت والله، فهموم اللب تغطي نوازع القلب. جعل الله همك يا مولاي لما يكسبك رضا الله ورضا الناس إن شاء الله. ولكننا يجب أن نروح عن أنفسنا ونخفف بعض هذه الهموم، أليس كذلك؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تنس نصيبك من الدنيا، صدق الله العظيم. هذه وصية الله لعباده. سأجعل الليلة كلها نصيبنا من الدنيا، وإني بعثت إليك لأني أردت أن أشاطرك سامر الليلة وأسمع الشعر والأحاديث وذكرى عيون أعلام الرجال. جعلها الله ليلة سرور وحبور إن شاء الله. إن شاء الله. هيا إلى الغداء. سيجزل لي أمير المؤمنين العطاء ما دام قد تعاني بنفسه. أرجو من الله أن يقع شعري في سمعه وقلبه موقعا حسنا. أنا ذاهب يا أم حرزة، لا تنتظري عودتي، فربما سهرت حتى الصباح. لما اختلف الناس في تفضيل شعر على شعر وشاعر على شاعر؟ ذلك لاختلاف أهواء الناس يا مولاي، فكما يحب رجل التفاح ويفضله على سواه، نجد من يرى في العنب خير فاكهة ولا يفضل عليها سواه. النفس تعشق ما يقع في هواها، والقلب يأنس لما يبعث فيه الطرب. إذن ليقل كل منكم بيتا يراه أحسن ما قيل في الغزل. قل أولا يا شعبي. يجب أن أقلب دفاتر الشعر في رأسي وأستل بيتا في الغزل، ربما هو قول الشاعر: وإني لأهواها وأهوى وصالها كما يشتهي الظمآن ماء مبردا. هذا عاشق في قلبه نار يريد للظاها ماء مبردا. وأنت يا سليمان، ما تقول يا ولدي؟ أنا أعجب من قول المجنون في ليلة إذ يقول: وأخرج من بين البيوت لعلني أحدث عنك النفس في السر خالية. نعم، وأنت يا جرير ما تقول؟ أما من شعري فأني أدخر لمولاي قصيدة لم يمدح أحد بمثلها. كل مدح بحق مولانا عبد الملك قليل يا جرير. هيا اسمعني كي أقول رأيي وأنظر كم تستحق من عطاء. سمعا وطاعة يا مولاي. أتصحو بل فؤادك غير صاحي، عشية هم صحبك بالرواحي،
تعزت أم حرزة ثم قالت: رأيت الواردين ذوي امتناحي تعلل وهي ساغبة بنيها بأنفاس من الشبم القراحي. ثقي بالله، ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ بالفعل هذا أحسن ما مدحنا به، وإني سأجزل لك العطاء يا جرير لبيت الشعر هذا. زادكم الله رفعة وجعلكم ملاذا لكل ملهوف يا أمير المؤمنين. أراك شردت في خواطرك يا شعبي. الشعر الجيد يستدعي بعضه بعضا يا مولاي، وإن لم يكن في معناه فما ذلك؟ أسمعنا. جرير مدحكم فأحسن وأجاد وجاء بما لم يأتي به أحد، وهذا يذكرني بشعر قاله دريد بن الصمة في رثاء أخيه، حيث تقول الأبيات: ألا تبكي أخاك وقد أرى مكان البكاء، ولكن بنيت على الصبر. أبى القتل إلا آل صمة أنهم أبو غره، والقدر يجري إلى القدر. فإما ترينا ما تزال دماؤنا لدى واتر يشقى بها آخر الدهر، يغار علينا واترين فيشتفى بنا إن أصبنا أو نغير على وتر. بذاك قسمنا الدهر شطرين قسمة، فما ينقضي إلا ونحن على شطر. ما أحسن هذا الشعر وما أبلغ قائله. إنما جاءت البلاغة من صدق شعور دريد بن الصمة وما أحس به من ألم بعد مقتل أخيه كما يعلم مولانا أمير المؤمنين. يبدو أن وراء ذلك قصة يعرفها الكثيرون. ألا تعرف يا سليمان تلك القصة وخبر دريد وأخيه؟ هذا خبر فاتني وقصة لم أدركها. إذا أذن لي مولاي أن أروي للأمير سليمان خبر دريد كاملا. أنا أجلس أولادي في مثل هذه المجالس ليتأدبوا ويسمعوا الأخبار ويحفظوا الأشعار، وإني أريدك أن تقص الخبر كاملا. حبا وكرامة يا مولاي، كان ذلك قبل الإسلام، والناس في جاهليتهم يغزون بعضهم بعضا، فقد أغار دريد وأخوه عبد الله وبعض رجالهم على غطفان وساقوا إبلهم وانصرفوا بها. وبنو جشم قد ساقوا الإبل والشياه، ألا من يدركهم يثأر لنا؟ يا صقر امضي إلى الوادي حيث ينزل بعض أهلنا من غطفان، اذهب واستنجد بهم. Oh.
دمنا قد أنزلنا الإبل وراء التل، فإني أنا أرى أن ننزل ونبيت هنا بقرب منعرج اللواء. لا أرى رأيكم، الأفضل أن نرحل عن منعرج اللواء ونسق الإبل التي غنمناها إلى حينا. ولكننا لن ندرك حينا قبل الفجر يا دريد. لم تخالفنا الرأي يا دريد؟ هنا لا أمان، فغطفان وبنو عبس لا يبعدون عنا سوى مسيرة نصف يوم. وهل أبقينا من غطفان أحدا تخاف شره يا دريد؟ هيا لنوقد النار ونشرب ونذبح من الغنائم لنأكل اللحم المشوي. تعال ترجل. اسمعوا نصيحتي يا قوم. اسمع أنت منا وانزل معنا، فهذا يوم سعد ونصر. إني أتوجس خيفة. لن نكفن قتلانا، لن نكفنهم حتى نأخذ بثأرهم. سنلحق ببني غزية وجشم وأبناء الصمة ونقتلهم عن آخرهم. سنستعيد أسلابنا وسلاحهم وخيلهم. هيا الحقوني، هيا هيا. هناك حركة أفزعت الخيل. رأيت حلم يا دريد. خذ سيفك، هيا هيا، قم قم هيا. ثأرنا، هيا هيا لنسق الإبل التي أركعوها خلف تلك التلة ولنعد لندفن قتلانا. هيا. اشرب لبنا يا دريد، وسأطعمك ثريدا لتشتد قوتك.
كيف وصلت هنا؟ الحصان جاء بك منذ يومين. عدت وحدي، عدت وحدي، كيف نجوت؟ كيف؟ لا عليك يا دريد، لا عليك، فأنت لا تقوى على الحركة. أمه، أمه، اقتربي مني، اقتربي لأستند إليك. ومن يسندني وقد هد موت عبد الله ركني؟ مات إخوتك يا دريد، مات إخوتك. لو أنك مددت يدك لعبد الله ساعة أخذته السيوف والرماح ودفعت عنه لكان هنا. طعنت وأنا أفر من الواقعة. لا يا أمي لا، لقد دفعت عنه ما أمكنني، ولكن السيوف والرماح تكاثرت علينا، غلبتنا الكثرة يا أمي، غلبتنا الكثرة. لا أسمع منك، لا أسمع منك حتى تعرف أنا للدم الذي جرى. أمرتهم أمري بمنعرج اللواء. فلم يستبين الرشد إلا ضحى الغد، فلما عصوني كنت منهم وقد أرى غوايتهم وإني غير مهتدي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. وهل أنا إلا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. هذه عصبية الجاهلية التي نهانا عنها الإسلام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. الإسلام جاء ليطهر النفوس ويشذبها من أدران الجاهلية. هل من مزيد عن دريد بن الصمة؟ استهواك خبر دريد وأخيه عبد الله يا سليمان. في حياة دريد الكثير من الأخبار والأحداث، وله مواقف مع النساء والرجال من أهل الشعر. لنسمع من هذه الأخبار يا شعبي. حزن دريد كثيرا لمقتل إخوته، خاصة عبد الله، وراح يذكره كل يوم حتى بلت زوجه ذلك. وإن يك عبد الله خلا مكانه فما كان وقافا ولا طائش اليد، ألا تنفك تذكر عبد الله هذا؟ هو قصر جيفة تأكلها الديدان؟ ماذا قلت يا أمه؟ قالت ما تقوله كل يوم من شتم وسب وسوء ذكر لعبد الله. مللت هذا النواح ولم أعد أطيق العيش في بيت كهذا. ذهبي، فأنت حرام علي كظهر أمي. لا لا يا دريد، أنا أردتك أن تؤدبها لا أن تطلقها. قد طلقتها وما كان كان. هو أنا غير آسفة على ما كان. عبد الله إن سبتك عرسي تقدم بعض لحمي قبل بعضي، معاذ الله
أن يشتمن رهطي وأن يملكن إبرامي ونقطي. إنها ثورة وغضب وستذهب عنك، وبعدها تشتاق لزوجك وتريدها. لن أريدها ولن تدخل البيت بعد يومنا هذا. حيوا تماضرا وأربعوا صحبي، وقفوا فإن وقوفكم حسبي. أخ ناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه نبل من الحب. تماضر هي الخنساء بنت الشريد؟ نعم يا ولدي إنها هي. والشعر لدريد بن الصم. عندي خبر عن تغزل دريد بالخنساء، لكني لا أعرف تمامه ولا كامل قصته. عندي كامل القصة والخبر. يقال إن دريدا مر بحي الخنساء فرآها تطلي ناقة جرباء بالهناء، وهو دواء يشفي الجرب. وكانت الخنساء في شباب وجمال. حاجة فأقضيها لك أيها الغريب؟ أنا لست غريبا، أنا دريد بن الصمة. سمعت باسمك يا شاعر بني جشم. سمعت خيرا يا ابنة الشريد؟ لا خير ولا شر، إنما سمعت أنك شاعر كثير الرثاء والبكاء. لكل مجال مقال، ومن يحسن الرثاء يحسن غيره. إن كنت تريد أن تشرب فدونك الماء، اشرب وانصرف ودعني أطلي الناقة. حيوا تماضر وأربعوا صحبي، وقفوا فإن وقوفكم حسبي. أخ ناس قد هام الفؤاد بكم وأصابه نبل من الحب. من تماضر يا ولدي؟ ابنة عمرو بن الحارث بن الشريد. ولما تذكرها في شعرك ولم أسمعك تذكر اسمها من قبل؟ لأني لم أرها كما رأيتها اليوم يا أمي. اليوم؟ وكيف رأيتها اليوم يا ولدي؟ ما إن رأيت ولا سمعت به كاليوم طالي أنيق جربي، مبتذلا تبدو محاسنه، يضع الهناء مواضع النقب، متحسرا نضح الهناء به نضح العبير بريطة العصب. فسليهم عني خناس إذا عض الجمع الخطب. آه ما خطبي. هذه زفرة عاشق ولوعة محب، أهويتها يا دريد؟ ليس في النساء مثلها يا أم. سمعت عنها. السماع ليس كالعيان. لم أرك بمثل هذا الحال قبل اليوم، ولم يكن يخطر ببالي أنك ستصبو لأول نظرة.
لو رأيتها يا أم لما عجبت كل هذا العجب. ما يمنعك من خطبتها يا ولدي وأنت سيد من سادات جشم وأبوها يعرف رجال ولا أظنه ينكر مكانتك؟ هذا ما أنوي فعله. إذن عجل يا ولدي عجل. مرحبا بالضيف. مرحبا، تفضل تفضل لتجلس وتشرب وتأكل. أهلا بك يا أبا صخر، أظنك تعرفني. أنت شاعر جشم وسيدها دريد بن الصمة، تفضل اجلس تفضل. سأجلس لأذكر لك حاجة في نفسي. بل لتجلس وتشرب وتأكل وتريح بدنك ثم تذكر حاجتك. جئتك لتعجيل حاجة في نفسي يا أبا صخر. لن أبخل عليك بما أستطيع يا ابن الصمة، فلو سألتني مالي وما أملك. جئتك خاطبا لا طالبا للمال والعطاء. حاجة نفسي التي أخبرتك عنها ابنتك تماظر. إنك رجل حسيب النسيب من قوم كرام، وإني لا أتمنى لابنتي خيرا منك، ولكني لا أصدر عن رأي نفسي في أمر كهذا. شاور أولادك وقومك. الرأي لصاحبة الشأن وهي وراء البيت، إن شئت ناديتها لتسمع منها. افعل يا أبا صخر افعل، لا أظنها سترد خطبتي. خنساء خنساء يا ابنتي اقتربي لتسمعي وتقولي لنسمع. أنا قريبة أسمع منك يا أبي. هذا دريد بن الصمة شاعر جشم وفارسها، جاء يخطبك لنفسه، وهو كما عرفته وعلمت مكانته، والرأي لك يا ابنتي. يقيم فينا مقام الضيف ثم يرحل إلى أهله سالما. لقد أغلطت في القول وتجهمت للرجل وهو جاء ساعيا بخير. أتراني تاركة أبناء عمي كأنهم رماح مقومة لأجل رجل يطلق زوجته ويطردها في ساعة غضب؟ وقاك الله يا ابنة آل عمرو من الفتيان أمثالي ونفسي، فلا تلدي ولا ينكحك مثلي إذا ما ليلة طرقت بنحسي. لقد علم المراضع في جمادى إذا استعجلنا عن حس بنهسي بأني لا أبيت بغير لحم وأبدأ بالأرامل حين أمسي، وإني لا ينال الحي ضيفي ولا جار يبيت خبيث نفسي. أكل هذا عشقا لابنة الشريد حتى يصيبك من صدها ما أصابك يا دريد؟ كنت أظنني أعلى مكانة في نفسها يا أمي. مكانتك في قومك أعلى وأغلى يا ولدي، فلا تحسب لتماضر حسابا يرفعها في نفسك حتى تراها أعلى منك شأنا. هي كبيرة كبيرة في أهلها ونفسها يا أم. دع عنك ذكر تماضر هذه التي أنستك الثأر لأخيك عبد الله. لم أنسى يا أمي لم أنسى. وما الذي تنتظره إذن؟ وهذه غطفان تفخر دوما بما فعلته بكم، وكيف أسالت دماء رجال جشم. أنتظر فرصة أغير بها غارة تذهل غطفان عن نفسها، فلا يسأل الوالد عن ولده ويترك الرجل حليلته لينجو بنفسه. وقد أدرك دريد ورجال جثم ثأرهم واقتادوا سادة غطفان، وإني لا أروي الشعر الذي قاله دريد في تلك الواقعة. أسمعنا يا جرير. قال دريد مفاخرا متشفيا:
فأبلغ سليماً ألفافها. وقد يعطف النسب الأكبر بأني ثأرت بإخوانكم وكنت كأني بهم مخفر. صبحنا فزارة سمر القنا فمهلا فزارة لا تضجر. وأبلغ لديك بني مازن فكيف الوعيد ولم تقدروا. فإن تقتلوا فتية أفردوا أصابهم الحين أو تظفروا. فإن دريدا لدى معرك وإخوته لهم أنسروا. أثرنا صريخ بني ناشب ورهط لقيط فلا تفخروا. آه لو أنه فخر بغير القتل والسبء وإسالة الدماء. مولانا أدامه الله أدرى بأحوال الناس في جاهليتهم، فماذا لو سمعتم بما فعله دريد وقومه بالأسرى في حرب الانتقام تلك؟ عجلوا أسمعنا أيها الشعبي، فإني متشوق لسماع كل خبر عن دريد بن الصمة. بعد أن أوقع قوم دريد الهزيمة بغطفان جاءوا بأسراهم. أسراك يا أم، ولك الرأي فيهم. من سيدهم؟ هذا هو ذئاب بن أسماء بن زيد بن قارب. وهل هو في قومه كأخيك عبد الله بن جشم؟ نعم يا أمي، ولو أردنا أن نفادي به بألف بعير لفداه قومه و... لا فداء يا دريد، لا فداء. أتبيعون دماء قتلاكم بأبل وشياه يا بني جشم؟ لا، ولو كانت كل قطرة بعشرة من الجمال لا فداء. أضرب يا دريد، أضرب واشفي قلبك الذي أوجعه مصاب أخيك. قتلنا بعبد الله خير لذاته وخير شباب الناس لو ضمت أجمعا ذؤاب ابن أسماء ابن زيد ابن قاربي. منيته أجري إليها وأوضعا. فتن مثل متن السيف يهتز للندى كعالية الرمح الرديني أوضعا. انظروا إلى لبل دريد وشرف نفسه، فهو لم يحط من قدر عدوه الذي قتله بيده، بل ذكره بأحسن صفاته إذ قال: فتن مثل متن السيف يهتز للندى، أي للكرم. إنهم لا يحقرون مكانة عدوهم ولا يذكرون عيوبه. وإنك لتعجب يا مولاي من دريد في مدحه كما تعجب منه وهو يفتخر بنفسه وقومه. لا أحد يذكر دريدا بن الصمة إلا ويذكر قصته مع عبد الله بن جدعان. ما تلك القصة؟ كان عبد الله بن جدعان من الأشراف، وحين يفد الناس إلى سوق عكاظ في الموسم يأمر خدمه ورجاله بأخذ السلاح من الرجال كي يمنع القتال في السوق، وجاء دريد بن الصمة في الموسم. سلم سيفك. سيف كريم لا أضعه إلا بأكرم يد في السوق.
من هذا الرجل الذي يمتنع دون سائر الرجال عن نزع سلاح؟ هذا سيد جش دريد بن الصمة. تعال تعال يا شاعر جش، اقترب. هل أنت عبد الله بن جدعان، أشرف الناس مكانا وأكثرهم كرما؟ أنا ابن جدعان شريف في قومي ولست أشرفه، والكرم في الناس يشع على حسب غناه. إليك سيفي، أليت ألا أضعه إلا في يد خير الناس، فهو سيف كريم تشهد له الغارات، ويعرفه من فر منه أو لاذ به فدفع عنه البلاء. بالغت في المدح يا دريد. أنا لم أمدحك إلا بقدر ما سمعت عن كرمك. يا غلام، اكسو دريد بن الصمة كسوتين، واحدة للصيف وأخرى للشتاء. وأنا سأكسوك مدحا تنشده الركبان ويتغنى به أهل المجالس. إليك ابن جدعان أعليتها مخففة للسرى والنصب، فلا خفض حتى تلاقي امرأ جواد الرضا وحليم الغضب، وجلدا إذا الحرب مرت به يعين عليها بجزل الحطب. رحلت البلاد فما إن وجدت شبيه ابن جدعان كريم النسب سوى ملك شامخ ملكه له البحر يجري وعين الذهب. هذا أحسن ما سمعناه في السوق في هذا الموسم. وددت لو أنني قائل هذه الأبيات يا أمير المؤمنين. هذا حسد الشعراء لبعضهم، وهو حسد محمود يا مولاي. لو أن جرير نسج على منوالي شعر دريد واتبع معناه. أنا أنسج على منوالي وأقول المدح في خير الناس مولانا عبد الملك بن مروان. دعنا الآن في خبر دريد، وسيكون لك وقتك لتنشدنا من شعرك يا جرير. هل من مزيد نسمعه عن دريد أيها الشعبي؟ عاش دريد طويلا وأفنى عمره في إكرام الضيف وإغاثة الملهوف، وكان إذا سمع لوما أو عذلا من أحد يقول: أعاذل إنما أفنى شبابي ركوبي في الصريخ إلى المنادي، مع الفتيان حتى كل جسمي وأقرح عاتقي حمل النجادي، أعاذل إنه مال طريف أحب إلي من مال تلادي، أعاذل عدتي بدني ورمحي وكل مقلص شكس العتادي، ويبقى بعد حلم القوم حلمي ويفنى قبل زاد القوم زادي. هذا من شعر دريد وهو شيخ. نعم في آخر أيام. هذا آخر ما قاله من شعر؟ لا يا مولاي، فهناك حادثة ختمت حياة دريد وهو على مشارف التسعين. صباحا يا عمار. أم صباحا يا ولدي. أراك خارج البيوت، لست مع قومك. ومن أنت؟ أنا مالك بن عوف، كيف لم تعرفني يا عمار؟ لا تلومني يا ولدي،
فأنا كما ترى. كأنني طائر قصت قوادمه، أو جثة من بغاث في يدي خصر. يمضون أمرهم دوني، وما فقدوا مني عزيمة أمر ما خلات بوي، ونومة لست أقضيها وإن متى، وما مضى قبل من شأن ومن عمر. وإنني رابني قيد حبست به، وقد أكون وما يمشي على إثري. إن السنين إذا قربن من مئة، لوين مرة أحوال على مر. عجبا منك يا سيد جشو، قربت المئة وما زلت تقول من الشعر ما يعجز عنه الشباب. العقل لا يشيخ يا مالك كما يشيخ الجسم، وللشعر شيطان يحركه. شيطان شعرك قوي شديد. تعال هيا لأسقيك وأطعمك. تعال. ما جئت لآكل وأشرب يا عم. أنت في عجلة إذا. هل تنوي الذهاب إلى حرب يا ابن عوف؟ صدق حدسك يا سيد جشو، إني أريد أن أغزو بقومي وأريدك أن تغزو بقومك. كيف أغزو يا هذا؟ وأغزو من؟ إننا نجمع الجموع لحرب محمد بن عبد الله. ذاك الذي يقول أنا نبي؟ وأين ستلتقون به وبجنوده؟ سنلقاه في وادي حنين. إنه مكان يسهل فيه القتال إن أحسنتم المباغة وشددتم في أول هجوم. لا أحد يمدنا بحسن الرأي غيرك يا ابن الصماء، وأني أريدك أن تخرج على رأس قومك. كيف يا هذا؟ كيف؟ وأنا لا أستطيع الركوب. لقد أعددنا لك محفة لنحملك عليها. ماذا؟ كما تحمل النساء في الهودج؟ بل كما يحمل ذو العقل الراجح ليعين قومه في حرب رجل يريد أن يخرجهم من دينهم. قد اشتقت لوقع السيوف على السيوف وطعن الرماح. أدري من بالهودج؟ من؟
دريد ابن الصمة. دريد ابن الصمة؟ لك البشرى يا هذا، فأنا أريد أن أثأر لأبي وعمي. هيا من أنت يا هذا؟ أنا ربيعة بن رقيع السمي. وما الذي تنوي فعله بشيخ مثلي؟ الثأر لا يعرف الشيخوخة يا ابن السم. يا للأسف. لا تأسف على ما أصاب شاعرا مات على الجاهلية. وتذكر يا ولدي أن الله نصر جنده في تلك الوقعة المشهودة المباركة. صدقت يا أمير المؤمنين، فيوم حنين يوم نصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين. أنا أحفظ ما قاله العباس في ذلك اليوم. هيا أسمعنا ليزداد مجلسنا طيبا وسرورا. قال العباس السليمي: فهناك إذ نصر النبي بألفنا، عقد النبي لنا لواء يلمع، فزنا برايته وأودت عقده مجد الحياة وسؤددا لا ينزع، ولنا على بئري حنين موكب دمغ النفاق وهضبة ما تقلع. نصر النبي بنا وكنا معشرا في كل نائبة نضر وننفع، حتى إذا قال الرسول محمد: أبني سليم قد وفيتم فارفعوا. فليفخر الشعراء بنصر الله ورسوله والمؤمنين.